انطلاقة في الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة، انطلاقة في مجالات التنمية، وده يمكن العنوان الرئيسي للسياسة الاقتصادية اللي بتقوم بها الحكومة الحالية، وهي إيجاد الموارد الحقيقية غير التضخمية والموارد المتجددة والمستدامة لتمويل خطة التنمية العاجلة وخطة التنمية أيضا على الأجل الطويل. انطلاقة في مجالات الإنتاج، إنتاجنا أصبح لا يكفي احتياجاتنا، مش أصبح، هو من زمان ما بيكفيش احتياجاتنا، بس حدة الانخفاض في إنتاجنا مقابل احتياجاتنا بتتزايد مع الوقت. تراجع في مستويات الإنتاجية، مصانع كثيرة تعثرت، مناخ استثماري يحتاج إلى كثير من الإصلاح. رسالة طمأنة لكافة المستثمرين المحليين والخارجيين عن سلامة الاقتصاد المصري، سلامة السياسات اللي بنتبعها، إصرارنا على إصلاح أي خلل موجود في هذا الاقتصاد بإجراءات جادة هتكون صعبة إلى حد ما، لكن لابد أن يتحملها